الله يكون صوت خدام الخوت اخي. انا قلت هذا ايوا دي الحكه برانا هنايا شحال طحنا هنايا دوك التحديات كما كنديروا سميت دي مشات سميتهم. المهم خد دابا صافي نبداو بصلب الموضوع باش كان ما يطلع فيديو طويل. شوف هاد الفيديو كيف ما قلت لكم مخصص الناس اللي ما عمرهم ساقوا الموتور حتى شحال ما تلقى دري دري ابار بنت دري كتقول لهم مثلا شنو شنو هذا تقول لك ما عرفتش كتحب لك تسطري من هنايا ماشي من هنايا. المهم علينا شحال انت دابا انا نطلع في الموتور باش تعرف كل شيء. انت كتطلع الموتور هذا كتسنابيكي انت هاكون تاكاوب انت دابا هكذا كدورها بحال بحال الطوموبيل كدورها كذا هاو كتشعل ليكرون هي حيت تولي صفر صفر عاد تقدم ماري. المهم هذا فران اللور ديال الروده اللورانيه هذا فران قدام ياك. المهم هاد الشيء ما عندكم ديروا بهم حيت هاد الشيء ما تحتاجوهمش هاد هو الديماراج. دابا هذا انت بغيت نديماري ما يديماريش حيت الموتور اللي عندي في اوبسيون يبغى ديماري خاصك تلقى شي فران اللي كان لي قدام يا اللور بحال ما تنديرو قدام انت هاو دابا مقيس انت هكذا تبغي ديماري شي انت شنو في القضيه هنايا انت هكذا تبغي ديماري انت ممكن باش ديماري انت كتقيس فران وكديماري شويه كسيتروك زعما شويه ديال البيك اوت القضيه نسيتها فاش يكون بيكي طايح هو شو ما كيديماريش ها انا نجمعو ها هو بغي ديماري الشي هو ديمارا صافي نبا ندوزو الطابلو. المهم هو اش قلت عليكم هنا اول حاجه زيرو زيرو زعما السرعه باش غادي نتايا دابا حنا واقفين راه نورمال مورا زيرو هذا ديال ليسونس هذا عامر امبارح مارش هادي ان اني بومور ها انت فاش كتبغي تكسيري الموطور ما كيزيدش علاش حيت في فيتاس خاوي هاي زيرو هاي غير زيرو وهاد الموطور فيه ربعة لي فيتاس المهم كاين برومي المهم انا نصح لكم دقة حتى عندكم ديروا بهم ولكن نعطيكم معلومات هذا الكيلومتراج شحال ضرب موتور 4140 هادي الساعة دابا 7:30 وهادي الحرارة ديال الجو هو داك تحرك هذا هو الرونفلا ها انت كون ما نكسيري شي كون ما كيطلع. المهم دابا كيفاش دابا انت ديماراشي كيفاش غاتصونك كيف ما قلت لكم ديريكت ما غيزيدش كي غاتصونك ها فيتاس دابا كاينه وكاينايا هادي كتسمى غوبوت بي كتحط رجليك هنا انت الا قسيتي هنايا دابا انت دابا انا ما مقيش مي غنبركب بجد هيا تولي واحد دابا كتسمى بروميير واش اللي بركت دوزيام تروازيام كاتريام دابا مازال واحد بغيت نرجع فيتاس هاي هنا كتبرك هنايا ها ولا زيرو فهمتي بلا دابا حتى الان كلشي باين. المهم انت دابا كيف ما قلت لكم انت الموتور ما يزيدش ها انت غندير بروميير واحد القضيه راه ماشي غادير بروميير غتكسر كل شيء يا غير تكش الموتور يا غير يبغي يديرك يخلعك ها انت شوف شوف يدي شوف يدي بشويه انت شتي انت كتسمع تعمير هذا الموتور ها انت بشويه بشويه بلا ما دير هكذا بشويه انت ها انت هاو بشويه عاون شويه برجليك صافي هز دابا حنا دابا زدنا به هادي اهم حاجه باش دابا دوز فيتاس الثاني شنو غدير كتلق اكسيلاتور ما كتبقاش مكسيري وكدوز ها انت كتكسيري مع كتطلق كتبرك دوزيام هذا اي جوج دوزيام ويا ربي يكون الصوت راه ديك المره شحال كنت نصرح وكنعبر وفاخا ما لقيتش الصوت تعصبت المهم هاي دوزيام كنزيد شويه شويه كشويه شويه مع كنطلق هاي تروزيام هذا تروزيام راه شوف الموتور ما صعيبش هو اول مره شوف راه ابطال عالميين اول مره ساقوا كانوا مهشرين عادي هادشي راه عادي عفا تكون شي صغيره باش تعلم تمشى راك تبقى غادي كتحبو شويه كتشد الحاف وانت غادي. المهم هاي تروازيام غنكسر شويه غندير كطريام هاي كطريام دازت هاي كطريام. المهم دابا انا كطريام دابا عرفتيني باش ترجع دابا ترجع لي كيكون شويه صعيب ها دابا باش ترجع ها انت راهي ايسان ندير ثلاثه نهبط هاي نهبط هاي ساهله ولكن الموتور بحال كيبغي يدك يجيبك كاين واحد الطريقه زوينه عليا خاصك تكون فيها تخي بريدون خاصك تكون فيها مع كيما تيقولوا به فيه ها نصح لكم شنو هي القضيه ريتروغراد ها انت ما كتكسيري ها دابا تروازيام بغيت ندير دوزيام اون فوا نبرك في يديك يجيبك وكيفاش تدير ديك القضيه انت تعاون الموتور كيف غادي يصلابل ها انت هو دابا دوزيام دابا انت ندير بروميير غير الموتور غير فرانيني انت علاش واحد القضيه نسيت هي طاحت لي في بالي دابا اغلبيه الا استوجبت السؤال ما غيجاوبش صحيح
نقول لك شحال كاين فران في الموطور، يقول لي كاين جوج، كاين قدام وكاين اللور، لا كاين ثلاثة، كاين قدام وكاين اللور وكاين فران الموطور، ويلي تي فراني بيك. بحال دابا انت عندي بريمير انت، هو دابا 18 هو دغيا يهبط. الشاو كي فراني بيك، الشاو فراني بيا. المهم هادي القضية قليلة عارفة، كيف ما قلت لكم انت، بحال دابا انا دوزيام باش المطرقة غادي، انت مع نبرك غندوز شوية، انت. الشاو المطرقة غادي مزيان، ما فناش بيدك فراناج. فهمتوني؟ هذا ما كان صافي هادشي اللي كاين. وصافي فاش نديرو نبداو تحدي وقيلا نكون هنايا هنايا نكونو في السيركوي ديال لحدا مركب لحدا الحديقة. المهم على حساب ديك الساعة. المهم تسميح الله. شنو آخر شنو آخر شي حاجة نسيتها شي حاجة نسيتها؟ هذا فرن قدام ما خاصكش تفراني بالجد باش هو ما يقلبكش. فران لور ما خاصكش تفراني بالجد اللي تقدر بك شي زيرو. داك الشيء غير يحدو قدو. اصلا تمشي غتسوق غتسوق في المدينه راه غير هنايا باش تتعلم. الا كان النيفو طالع ديك الساعه راه نربو دوره في وسط المدينه في وسط. المهم على حسب داك الشيء خوت هذا المكان. ما بغيتش نطول الفيديو باش ما عطيتكم اللي كاين، قلت لكم اللي كاين. صافي كيف ما شفتوا الفيديو اللي قبل صحت تقريبا كل شيء شنو غيكون من بعد وشنو ما الحوايج اللي غيكونوا زعما زايدين. هذا المكان اخوت ندير شي كابروج بالموطور خواك راه معمري لا كابروج مره في الرمانه ولكن ما كنتش فلوغيت ماشي ما عندي الاخر عندي الاخر بيستون كيضرب تان بريباري وديك الساعه نبداو الكابراج يا خوت نخليكم مات الساعه نلقاو فيديو جديد.